تعالوا بقى نشوف هنعمل الكمونية ازاي. الكمونية محتاجين لها لحمة التقطيع اللي انتوا عايزينها. انا في الكمونية اللي بحط لها خرشوف بحب اللحمة تكون صغيرة، لكن طبعا تقدروا تستخدموا اللحمة القطعة الكبيرة براحتكم خالص. وعندنا خرشوف مجمد، ولو هو فريش يبقى هنسلقه نص سلقة. كمون، والمستخدمة هنا هستخدم كمون حب وهستخدم كمون بودرة علشان أوازن الطعم. وعندي حبهان ولورة، بصل مفروم، ثوم مفروم، وعصير ليمون، وأكيد معايا زيت للتشويحة الأولانية، ولو عايزين تستخدموا زبدة أو سمنة ممكن جدا طبعا. طيب هحط هنا زيت، بسم الله، معلقة كبيرة من الزيت وسخنة، ونزل أول حاجة اللحمة مع التوابل ما عدا الملح، بسم الله. ادي اللحمة، الكمون الحب، اللورة، الحبهان، وأقلب، كمون حب، لورا، حبهان، مع الزيت مع اللحمة. بدأت تغير لونها، أقوم منزلة البصل، الثوم، وأقلب تاني لحد هي بقى ما تاخد اللون اللي انا عايزاه. عايزه اصغر الخرشوف ده شويه. ناخد الواحده على ثلاثة كده. خرشوف مجمد اوكي، فريش وهتسلقوه اوكي زي ما انتوا عايزين، مش عايزين خرشوف خالص. يبقى هنجيب البطاطس نقطعها مكعبات ونحمرها نص تحميره وننزلها مكان الخرشوف، اللي هي الطريقه الطبيعيه بتاعت كباب الحله، بس جربوها بالخرشوف هتعجبكم جدا، مختلفه يعني، بيديها طعم حلو قوي بالذات مع الكمونيه، يعني يمكن مع اسمه ايه ده كباب الحله العادي ممكن البطاطس بتبقى احلى، لكن مع الكمونيه بالذات بيمشي معاها الخرشوف كويس جدا. وممكن من غير حاجه خالص يعني تعملوها لحمه وبصل بس. التسويه زي تسويه الكباب الحله بالظبط، ما بحطش ميه، بسيبها تشرب من ميه البصل وتستوي فيها الاول، ولما باجي ازود ميه بزود ربع كوبايه ميه سخنه واستناها تشربها، وبعدين ربع كوبايه ميه سخنه واستناها تشربها، وهكذا لحد ما تستوي في ميه قليله. ده بيخلي طعمها احلى كتير وبيخليها ناعمه وطريه اكتر بكتير. ننزل بقى الخرشوف، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل معاه عصره الليمون، يعني دول ليمونتين تقريبا كبار، وهنزل معاه بقى الكمون البودرة قد معلقة كبيرة، يا نرمين، وأقلب تاني. الكمونية على النار الهادية وأفضل أتابعها كل شوية، محتاجة ربع كوباية مية أحط ربع كوباية مية سخنة وأقلب، وهكذا وهي متغطية وعلى النار هادية لحد ما أكمل سواها تماما.